أيضا يقول: قدمنا للحج ولما دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطا واحدا، ثم خرجنا خوفا على أنفسنا وأطفالنا الذين معنا، وبعد مضي ساعة تقريبا صعدنا إلى الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني، فهل يجوز هذا أم لا؟ نرجو منكم إفتاءنا. الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون أشواط متوالية، ولكن الأمر قد وقع وفات. نعم. فليس عليكم شيء، إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشواط السابقة أولى وأحسن، خروجا من خلاف من يرى أن الموالاة في السعي شرط وليست بسنة. نعم.